الشعار ديالنا حنا المغاربه معروف معروف ياك. كاين اللي غادي يقول لي لا، كاين اللي غادي يقول لي الشعار ديالنا حنا المغاربه هو هو الله الوطن. دابا هذا يقول الشعار ديالنا، الشعار ديالنا حنا راه معروف، راه واحد كتبها فواحد لي كومونتير قال لي انا عيط لك على البوليس وجد راسك للقرعه. الشعار ديالكم المغاربه ماشي الشعار ديال المغاربه كاملين، هذا الشعار عياشه. راه حقاش عياشه ملي كيخافوا من القرعه كيبداو يقولوا عاشها عاشها، هو ماشي عاشها بحب الله، خوفا من القرعه جلس يقولوا عاشها. اي والله خوفا من القنينه، ليس خوفا، ليس حبا في الملك، لا حبا، خوفا من القنينه، خوفا من القرعه. رحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. ما تنسوناش خوتي خوتي من لايكات ومن البارتاج باش دائما نزيدكم المزيد. الموضوع ديالنا كما شفتوا العنوان والمينياتور، نهضروا على داك خينا اللي ما خلاش في سيدنا في الملك ديالنا الله ينصره ويحفظه ويطول لنا في عمره. تبعوا معايا الفيديو للاخير باش تفهموني يعني على من غادي نهضر بالضبط. كاين بعض الناس لما تبدا في المره الاولى فكيتبحلسوا وكيتمسكنوا ويبكيو ويشكيو، ان فوا كيتمكنوا وكيبدا يدخل لهم واحد الرصيد مالي من السوشيال ميديا، فكيفرعنوا وكيبغيو يديروا واحد البوز باي طريقه باش يزيدوا يدخلوا اكثر. قال لك ربي الا عطاهم قد هكا كيبغيو قد هكا، يعني دائما المزيد. اللي عنده دار بغى زوج، اللي عنده ارض بغى زوج، اللي عنده فيرما بغى 10. دونك هذا هو المشكل ديالنا في هاد السوشيال ميديا اللي وصلت بالانسان يعني لهاد الدرجه، وصلوا حتى لسيدنا الله ينصره ويشافيه مسكين ويعافيه ويخليه لوليداتو ويخليه تاج فوق رسالنا. ونهضروا بكل صراحه وغادي نكملوا معايا الفيديو باش تفهموني بالضبط على من كنهضر. الله ينصره ويطول لنا في عمره ويخليه تاج فوق رسالنا، هو تاج فوق رسالنا، وزيد يخليه دائما تاج فوق رسالنا. دونك خوتي خواتاتي كنهضر بحال هذا النوع نتاع البشر اللي ما حمدينش الله وما شاكرينوش وما اش غادي نقول لكم. كما شفتوا معنا هذا السيد اللي كان دار واحد لقيته واحد الفيديو اللي تشهر وتعرف عالميا، اللي كانوا فنانه ممثلين اجانب عرب كلشي دار به فيديوهات، كلشي هضر عليه، كلشي ترجم الهضره ديالو، كلشي شافو، كلشي العالم كامل باسره. فالمره هذه ختمها بواحد لايف اللي دار اللي ما خلى اير اللي نساه في سيدنا، ونشر تنشر داك الفيديو وفرحان وطلع عليه مليون مشاهده. تصوروا خوتي خوتي طلع عليه مليون مشاهده، على المليون المشاهده وكيقول فيها بعظمة لسانه. شفتوا الكلام بحال هذا هو اللي كيجيب المشاهده الكثيره وكيحتاد له في هاد يعني داروها خدمه باش يدخلوا الفلوس هو ولا غيره. يعني كما عرفتوا معنا وكما قلنا لكم يعني تغاو في هذا اليوتيوب، تغاو. نتمنوا الحكومه المغربيه تدخل في هذه الاوامر بحال هكا اللي فسدوا البلاد بهذه المناظر هادو. هل اللي تاجر في بناته، هل اللي تاجر في عيالاته، هل اللي تاجر في بني عمه، هل اللي يعني شوها باش يديروا البوز وباش يوصلوا وباش يديروا اكثر مشاهده. وللاسف الشديد المشاهد هو اللي كيتفرج في هاد المناظر هادو وكيشجعهم وكيخليهم يديروا يعني اكثر مشاهده بهاد المواضيع بحال هادو. ولكن لما تجرؤوا ووصلوا حتى لسيدنا باش يديروا هاد 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 الاخر، وطالع مثلا كيبرأ وكيقول لك لا ماشي القصد ديالي، هزوا اللي بغاو. فلا اسمح لي، سمعت انا اللايف من الاول للاخير. كيقول لك هادوك عياشه، اللي كيقولوا عاش الملك، ييه عاش الملك، لا داعي باش ندير بوز بسيدنا ولا بالملك ديالنا. ما شاء الله، لان بلادنا اولا عايشين في الخير، الفلاحه، الفقير واكل، الغني واكل،
كل شيء واكل من بلادنا، حتى واحد ما كيموت بالجوع. الحمد لله بلادنا مستوره، بلادنا ما فيهاش مشاكل، بلادنا بلاد الحق والقانون، بلادنا الزوينه، بلادنا الرائعه، بلادنا المدن ما شاء الله اللي كيجيو ليهم من جميع العالم، اللي ما عمرنا شفنا لا مشاكل ولا يعني بلادنا اللي ما شفناش فيها المشاكل. علاش؟ لاني ما شاء الله سيدنا سياسي وما شاء الله عليه والله يشافيه، شفنا داك المنظر اللي خرج مسكين فيه وكيشوهوا فيه، ولكن هذاك عادي يعني اعداء كما كنقولوا احنا اعداء الوطن. او شوفوا راه حتى احنا عندنا مغاربه اللي كيسبوا في بلاد اخرى، وما انما الجزائر ولا تونس ولا كلنا خوت وخواتات وكنا يعني يد واحده. فايدوك اعداء الوطن ولا دوك الحبارش ولا دوك الهفارش ولا كيفاش كيقولوا لهم، فهم اللي مخنزين هاد 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 يعني هاد السوشيال ميديا بهاد الكلام الفاحش. دونك ماشي وحدين خرجوا من الجزائر، يعني قالوا في سيدنا داك طلعوا على دوك الاشياعات فكلهم جزائريين خايبين، فلا كنستنكروا هذا الشيء. حقيقه انا كنعرف جزائريين الله يعمرها سلعه، الناس طيبين، الناس متخلقين، الناس احسن الناس. دونك ماشي الناس كلشي كيف كيف، الناس كلها طوب وحجر كما عندنا كذلك في المغرب، كما في تونس، كما في اي بلاد. دونك في كل بلاد فيها الخايب والمزيان، وماشي هذا هو الموضوع ديالنا. نرجعوا الموضوع ديالنا، كما قلت لكم بلادنا ما خصها حتى خير، لا من الفلاحه ولا من التئم، يعني مطمئنين في بلادنا، مرتاحين فيها، كندخلوا بعينينا مغمضين، كننعسوا في الشارع، كننعسوا، كنشدوا الطرقان المغرب ديالنا، كننعسوا في ستاسيون ولا كننعسوا في طريق، ما كانت أداوش. الحمد لله بلادنا مستورة، بلادنا زوينة، بلادنا ما عمرو تأدات، بلادنا ما فيها حتى شي مشاكل الحمد لله. دونك لو كان يغيب عليها الملوك ديالنا او الملك ديالنا، فبلادنا غادي تضيع وغادي ياكلها الدياب، غادي ياكلوها الدياب. دونك نحمد الله ونشكره على بلادنا، فحال هاد الحفارش اللي كيطلعوا كيجبدوا سيدنا في الفيديوهات باش يديروا المشاهده وباش يطلعوا، ولما طالع كيبرر كيقول لك من اوروبا اللي بغاو يطلعوا المشاهده. فاسمح لي بالزربه، اوروبا حنان على بلادهم، اوروبا اللي بغاو يهزوا ولاد بلادهم، اوروبا اللي هزوك انت وعاوناك، وانا شخصيا هضرت عليك وعجبوني الفيديوهات نتاعك وقلنا اجي نرفعوا بيك، نهزوك، نعاونوك، لاني كلنا فقراء تحت الله سبحانه وتعالى. لكن عاوناك كاملين وطلعناك لما وليتي كتشد واحد المنصب من السوشيال ميديا، فبغيت تعلق فين تفلق باش دير اكبر مشاهده ولا تشهر اكثر، راك مشهور صافي، رجع شي بركه ولي شدتي وقنع به وقول الحمد لله والشكر لله، ماشي تمشي تضرب في سيدنا بحال هكا كل حفاريش هما اللي كيقولوا عاش الملك وما نعرف شنو العياشه وما نعرف شنو، وكتجبد وفي الاخر كتقول الا، يعني كديروها يزلق فيها الجمل كما كنقولوا بهذا المعنى، وكترجعوا وكتقولوا الا ما نعرف شنو ما نعرف شنو، لكن كاين كثار منكم وعقنا بكم وعرفناكم وعرفنا قيمتكم وعرفنا شنو القصد ديالكم من هاد المواضيع، وانت كتقولها باللسان ديالك راه هادو هما المواضيع اللي كيطلعوا المشاهده. دونك تقوا الله، تقوا الله في بلادكم، راه بلادنا احسن بلاد، تقوا الله في بلادنا، خليو بلادنا تخونكيل وخليو ملكنا تخونكيل، وخليو مسكين راه اللي فيه كافيه، المرض نتاعو مسكين كافيه، وحافظوا رغم ذلك وخدام على راسه وحافظ لنا بلادنا والحمد لله، ودائما عاش الملك، والله يخلينا لبلادنا دائما مستوره ان شاء الله. واللي اذى ملكنا ولا اذى بلادنا فنتمناو العقوبه، اشد العقوبات باش يتعلموا ما يعاودوش يهضروا في البلاد بحال هكاك. ونتمناو ينقيو هاد اليوتيوب، نتمناو الدولة ديالنا الحكومة ديالنا ينقيو هاد الحفارش بحال هكا، يأدبوهم يترباو يمشيو فين يترباو باش ما يعاودوش بحال هاد الأسلوب ولا بحال هاد البوز اللي كيديروه. فالله يهدي ما خلق. ونقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله، نقول لكم تبقوا على خير وإلى اللقاء.